حالي حال ياسر والناس، ما عندي شيء اعطيه ولا عندي شيء لا هنا نصدقه، ولا عندي شيء لا غير عندي روايه واحده، عندي اراده وعندي لاني الحمد لله من مولانا علي اني عندي منبر، وهذا يبقى وحدين ويطردهم ان شاء الله ذاك الشيء يعينهم، اني قد نساعد به ياسر والناس، قد نساعد به الفقراء وقد نساعد به المساكين، والحمد لله في تعدلت ياسر من شيء نعرف انا عن هون 70% من الناس اللي ما قد قدم معه كلمه طايحه، والله وكيل حسنة رقاج، والله اكل الغيبه، والله اسواق، والله المراد انا ماني صايب له، ذاك اللي نعدل راجع عند الله سبحانه وتعالى انه يذبتون ولاني قاعد هذا انا كشخص خارج الصروايه قضيت افطار رمضان. انا اولا ماني هو اللي عاطي الفضه، انا ماني عاطي 5 وقيات، انا هو رمضان 30 يوم حضرنا فيه ان شاء الله، والله 29 يوم ارتأيت اعلني نتم كل نهار نقبض 5000 وقيه ونجيب لها رقاج حسب الشخص اللي لا يصادفني معاه مولانا، ولا انا مسوي عنه هو منه، ولا عندي به رابطه ولا عندي به قرابه ولا عندي به شيء اسوي شنو، ولاني هو اللي عاطي الفضه. قبلت مجموعه من الاصدقاء ومجموعه من الاخوه نبقي لهم على الخير وفهمتهم القضيه وجزاهم الله خيرا على مستواي الشخصي، ما هو ما هو ما هو شيء قاعد بعيد، حتى انا ماني من الله مولاني خيريا مشينا، لا اصحابي انا مقربين قلت لهم على اللي منهم مستعد يفطر خيمه ب 5000 وقيه، 5000 مفطر خيمه ليلتين والله ثلاثه، ولعات ما فطرتها فطرتها ليله واحده توكل شاشرتها الشحلو وتوكلهم التمر وتوكلهم القشطه وتوكلهم النشا وتوكلهم ديك عاد العليا طاجين، هذا مهم ومفيد لواحدين اخرين. انا لا حدي نعدلو، واليوم رمضان رايح الليله 8 ولا قد ابدا عدلت منه فيديو، ونتردد نصوره والله ما نصوره، سببين اذا صورته نعرف عن ربما يفهم البعض، هذا هو الوسائل اللي نشرحها ونتياها عني، هذا معدلو الحباله وعنه معدلو كرياء، لا معاذ الله نعرف عن الرياء حرام ولا يقبل الله سبحانه وتعالى، يقول انا ماني هو اللي معدلو، انا ماني هو العاطي، انا لا حدي فاعل خير وحدي مرسول ترسلني مده اخرى ياك نوصل هذا لوحدين ثانيين. السبب صار لي نعدلو انا شنو؟ السبب اللي جعلني نتخمم عني تم صوره المسالتين والله لا، اولا اعلنوا يشجع واحدين ثانيين، اعلنهم يتصلوا علينا ويفطروا، والله يفطروا خيمه والله ثنتين ونجر لهم هما، احنا ما نعتو الا يقبل الفضه، ولا نعتو ولا نقولوا ذا اللي عاطي الفضه، به اللي هذه روايه عاطيها حد المولانا، احنا لا حدنا وسيط، ولي ما نعدلوه ما نقدروا نكملوا 30 حلقه. على العموم والله اكبر الشاهدين على الله نقولكم، على اني واحده من الحلقات مشيت الاخ عندي قال له سيدي الحامدي وياك نعود واضحين، هذا الشخص انا اخويا وصاحبي واكثر مني خبره في اللي قالوا الاعلام ودائما استشاره في بعض من الامور، مشيت له قبيل الدحميس ومشيت له معاها فوكال، تميت لي رد علي سابق المقرب شوي قال لي راني تعديت عليك، ما ورطني تعديت عليك لين فطرت مشيت له مسج قلت له تعديت علي فاش، انا قاعد ساهي على الفيديو ساهي على كامل لاني ننتظر من الرد اللي سولته عنه، قال لي انا الفيديو نشرته لان الفكره زينه عندي ونختارها لا تعود امام الناس ياك الناس تشجعك على اللي تعدل، قلت له عادي ما يكبر من قدها فيها خير، قبلت ودخلت على الفيديو لين خلاص اللي انشر سيدي شنو هما اللي هم وحدين الناس اللي لا نتكلم معك عنها اهل القلوب المرضى، وهم والله ما قدموا شيء للمجتمع، ما قد قدموا له شيء سوى شنو، ولذلك نختار نقول للناس عن وكيل اعراض الناس والاساءة في الناس وقولان خاسر للناس والحسد والحقد، هذا ما هو شيء حد يفتخر به ولا هو شيء حد يعدل عنه مدون والله صحافي والله على انه كلا واحد من اعراض الناس وكيل ولا سارك منه حد يسوون وكل شيء يدخلوا فيه، حتى العبد بينه هو مولانا لا يدخلوا بين العبد ومولانا ني يعرفوا صحيفته، وفي الشهر رمضان وقبل الفطور بنص ساعة، لأن الإنسان المسلم من سلم الناس من لسانه، هذه مد العياذ بالله لحق الدرجة من الوقاحة
ولاحق الدرجه من الخزو ولاحق الدرجه من الدناءه. يعني عتامه تحرم الناس الضعفاء من يوصلهم شيء يسوى هو شنو. انا مثلا لا قعدت في دارها اللي قلت انا يتم مفطر كل خيمه كل نهار مفطر خيمه ما قد نعدلها. انا يعدلها الليله قعدت هون وقلتها للناس وشافتها الناس وعاد حد يبقي هو هي ما يفرص حد يبقي هي خمسه لاوقيه عند واحدين ما يسبه قال عند واحدين والله العظيم يا لين نمشي سابق الفطور اللي يوجعني قلبي اللي يوجعني قلبي بيا اللي نشوفه من الناس اللي نعرف انا عنه ما عنده باش يشري ليبر من الديوك ب 200 وقيه والله ب 500 والله ب 600 ما بالك بحد يعود كان ما يعرف الطريقه اللي يفطر بها ينيج يجبر 5000 وقيه مشي هالو محسن مع مرسولين قالوا سلموا الحواله انا لا حد مرسول اي والله ماني عاطي منها 100 وقيه اللا وقيه ماني عاطيها انا لا حد مرسول انا وضحوا للناس لكن عدلانا مالي لا هنا نشرع الصفحه اللي معدلوا المولانا وراجبين ان شاء الله يثبت الاجر ان شاء الله فرلي للناس هو اللي تصور انا ولا قط الشرط وقرارك لا انت من نشره ولا انت من عدلها او لسببين واحده ضربه له القلوب المريضه اللي يجوا بين الخير مع الناس ثانيا الناس اللي اعطتني هذه 5000 والله اللي مستعده انا اتفطر ناس هذه اشخاص مقربه مني انا اصدقاء اخوه واخوات مقربين مني انا ما روايه كلوز يعني مغلقه ما هو كل حد قاعد يخصه بها لهذه ما نقولها ما هو لحد نبقي له الاجر ونبقي له على انه يصدق 5000 وانا لا حد يمرسل لي نقبلها ونوصلها بس ما فهم شيء ثاني ما انا عنه حد يلا يعود يفصل بين الرياء حرام هاي مولي هون فرصه نقولها الرياء حرام غير يلا حد يعود يفصل بين الرياء وبين هذا نوع البرامج في العالم يا ياسر في الكويت وفي السعوديه وفي الامارات وفي الدول العربيه كامله ولا هو ولا نقاس انا قاع بيا 5000 وقيه هم واحدين يعطوا الملايين ويصوروهم يقرر اللي عاطي الملايين ما هو معروف انا لا حد لي مرسول يتلفن لي واحد فلان انا عندي 5000 لين اعطيها الله قف انا ما عنده نمشي لا حاجه الواحد انا صورها يا كاش ياك تشجع واحدين ثانيين ومن ذي المنبر راني قايلها لكم حد كامل يبقي يفطر خيمه منذ المساكين اللي ما يوفاو اللي قد الحشيش اللي ما يفطروا عنده جلته 5000 وقيه لا يعطيها المخلوق مولانا انا مستعد انا نقبلها ونمشي ونوصلها لرقاج نعرف عنه فاصل فيها ونعرف عنه ما عنده باش يفطر ونعرف عنه 5000 بالنسبه له هو حلم ما كان يحلم على انه يقد يجبر 1000 وقيه يجبر 5000 سابق الفطور شي ما يلحق ساعه لا يمشي ويشري شاشرته والله العيال اللي صيام وفطور وجبولهم هذا هو الهدف من الكامل لا بمشي ثاني يسوى هو شنو هذا النوع من الناس اللي المريض العياذ بالله واحد فيها لا وين هو رقاش لا هي عدل روايه صالحه للمسلمين والله روايه نيتو فيها صادقه تلاقي الشك كان اللي في قلبه ما تعرفوه هاي سريرتي انا بيني انا ومولانا يعرف فلان مولانا وذا اللي قصد انا به يعرف فلان مولانا وذا اللي نعدل انا يعرف فلان مولانا يعني جاي هون نعرضه للناس هذا معدلين واحدين ثانيين راهم مقعود نقر ديارهم جزاهم الله خيرا ونختار مولي نرجع وناكد عني ما قلت ما هو الرقاش صديق نبقيها انا لوجه الله تعالى نختار عدل صدقه يعود ما عالم بالرقاش واضح ودورهم اللي توصل بين الله تعالى وتوصل للمستحقينها هذا يعود واضح لكم يعود هذا واحدين ثانيين هم كل شيء حتى الامور الشخصيه يدخلوا فيها واحدين شيء ما عند رقاش به علاقه مواقفك السياسيه الين تقول عنك داعم نظام والله داعم شخص والله داعم برنامج تقوم عليك القيامه ونين تخرج صفحاتهم هما ما عندهم شيء يقدمون كلام خاسر وقولان خاسر وسب الناس وشتم الناس وشتم العلماء وشتم الفقهاء وشتم اللي يبقوا هما يشتموا يقدر نين تعبر انت عن وجهه نظرك هاي درجه من الجهل ودرجه من الوقاحه ودرجه من الخزو ودرجه من النسخ لا نقول لكم مساله وهم ما قصدي بعد به اياك اني نتناعت هذا انا لك نعدل اللي راجم عند الله سبحانه وتعالى انه يجعل ان شاء الله ميزان حسناتي انا كشخص
والله انكم حالي لا حالكم، انا ماني بعيد منكم، حتى ماني بعيد من ياسر والناس، لكن مقطوع عالة يقدر، لكن اللي نعدل نعدل مولي لا ب ب ب ب ب ب ب نعدلوه باش قاع نعدلوه بعلني دائما نشوف حالات ودائما نشوف واحدين عندهم مشاكل نسهديهم على الجهات اللي يلا يقيسوا فعلا بتدخل مني انا، وغالبا ما لا يعدل لهم، لكن اللي يلا يعدل لهم. معناها لا تتقارنوا بين رجاج يبقي الخير للناس ورجاج حاقد على حد يبقي الخير للناس. وهذا النوع من الناس لا راج ان شاء الله عنه يهديه مولانا والله يريح منه البلاد والعباد. رجاج صايم سابق الفطور ب 30 دقيقة يعيب ويشتم ان واحد ثاني مصدق لي واحد ثاني 5000 باقي فيه، هو يدورها هو الراس ما يخالق اصلا، ما يخالق. هذه مد قطعت فالتها الرقاش ثقة ولا يلحقها لا غير مد اللي تستحقها. برك صار اختار نقول لكم عن البرامج جاي نوسعوا وعن الله ننشروا وعن الله نصوروا، يا كانكم تمرضوا حتى ويا كانكم تنفجروا. هذا لا كيف ذيك الساعة خارجين هون وحدين قالوا هما لا يفرضوا روسهم يعودوا مدونين، والله يعودوا صحافة فرصة روسهم يقال يخرصوا، يقولوا احنا ياك ننجحوا لا بد ان نستهدفوا شخصيات سعود معروفة بالاخلاق ومعروفة بالتواضع ومعروفة بالكامل، ياك نجحوا يقوموا يعيبوها. انا كافي عني قدمت خدمة لياس الناس نجح على ظهري، لا قعدوا يعيبوا الحبالة وتوف كضوا، لا ياكاش ياك هو يعود عاد رقاج ومعروف. هذا مسامحوا لكم لوجه الله تعالى حتى كامل لا ينجحوا ياك ويعود على انه يقدر صدقة مشيها واحد معه الحرام. انا لا مرسول يا اخوتي، انا لا حد مرسول والله يرفع الله، لاني عاطي منها 100 وقيه ولا انا عاطي منها 20 وقيه، عاطي منها لا على اني نمشي نبحث عن الشخص اللي يلا تعطاله لا مرسول. يا غير هذا باقي في وحدين ومحور في وحدين وشين عندهم اني ما نعدلو، احنا ما نقدر نوصل الراس هاي مالو لو ضاح لكم. هذا بعض اخترت نقول لكم، وهذا رمضان ولا نختار كاع كثرت الحس حتى يعني صنعتي شينه ولين نعود صايم ومالي نعود ماني متمونك، وعندي انا مشاكل انا شخصيه اللي حارمتني من من من, من, من الراحه ولا نرقد، فاني ماني قاعد صايم شمنه مقاطعين عايب يظلوا صايمين وياكلوا قيمه الدميه وهم يحرموا ما خالق الله من المنبر. نختار نقول للموريتاني كاملين على انهم كل خيمه ما تنسى عن جيرانها، كل خيمة حلاها خيمة ضعيفة، ونعرف أنا عن ذم ياسم الخير يا عدل وقاع ما هو ما يحاني أنا نقول هذا، يقدر يخرص إذا كان جيرانه فطروا، يخرص إذا كان جيرانه مساعد جرى رمضان كانوا الحق، يخرص إذا كان جيرانه مساعد اللي جرى رمضان قط كانوا سب والله قط كانوا تمر والله كانوا فاطرين والله اللي كانوا ما فاطرين. هذا النوع من الحالات ياسر وموريتان ولا شاركة منه منطقة استغرق زينة وفي الترحيل وفي توجونين وفي بريمير وفي الداخل وفي موريتانيا كامله مليانه من نوع من الحالات اللي يلا نتعاونوا عليه، هو ان نعود كلنا يعود سند للثاني وكلنا يقد يقدم شي خوه يعدلها، ولو كاس من السب ولو تمرات ولو طاجين ولو عدلت شي من الحوت نتكافئ وياك وعرف عن ليمون شانج الامور شانجات ومنظرك الى اللورا من هون تقوم الساعه الامور لا يتم لا تصعب لا تصعب لا تصعب به كل شيء لا يتقلب، كل شيء يتقلب في العالم لانه العالم شانج كومبليسمون. وهذا يلا يعرفوا الموريتان ويعرفوا الشباب الموريتاني ويلا تتحركوا ويلا ما تتموا تصمتوا لمده تخزي بيكم ومده لا يتخسر بلدكم ومده لا تزرع روايات الخاسرين في دمقتكم ومده لا تزرع المشاكل بين في قطاعات مؤسسات الدولة. يا غرانا المهم عندي الأساسي عندي أني نوصيكم كاملين ونوصي راسي هو أولا وأفصلكم فيها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إعلان موريتاني فيها احنا هذو اللي نستدروا فيها نمشوا نبحثوا عن النوع من الناس، إعلان فيها وحدين ما عندهم باش يشرون بورو الفطور
والله انا ما اقول شيء. واشبه لا يجبر رقاج الصدقه، واشبه لا يجبر رقاج روايه يقدمها ياك يجبرها في النهار اللي ماصل فيها ويا 5000. 5000 احنا هون قاسم الناس يديرها في كريدي ويديرها في شيء مهم بدل 100 في ناطره رقاج. قال يخصها رقاج يقبلها ويمشي يوصلها للبلدي. والناس ياسر هون ياسر الشباب واحد في لا جزاهم الله خيرا. يا غير احنا ياك نبرئوا ذمتنا، ما لا يعطينا حد 5 وقيات. راني هون ملي ماني معمم على الناس كامله، ما بيلي ما انا فاصلين فيها، بيلي انا عندي من الاصحاب وعندي من المعرفه اللي قد نقبل سنه ما الا شهر رمضان، سنه تامه قد نقبلها. وانت كل ليله نفطر خيمه قد نعدلها، لا بعلاقاتي ما حركت مبلل تكيتي لا في تليفون، معناها عني ما قارب 30 يوم نعدلها فيه اللي وان شاء الله. تحدث بالنعمه واجب، اصدقائي كاملين تبارك الله قليل منهم اللي ما هو مستعد ان يقبل خيمه قاع عن شهر، لا عن شهر شهر ايش قال 5000، وكلهم طايح لهم السماء عني ندلوا على الخير ومستعدين لها. هذا بعض اخترت اوضحوا لكم اخترت يعود واضح تعرفوا عن ما الهدف منه الرياء، وعني انا ماني عاطي منه 5 وقيات. راي نعله هون هذا اللي نعطى ماني عاطي منه 5 وقيات، اللي لا يشوفون انتم بعض واللي ماكم شايفينه قاع انتم ما يعنيكم. هذا اللي ينبث وهذا اللي يخرص واللي ما كان ينبث وعاد لا ينبث، انا ماني عاطي منه 5 وقيات، انا لا حد يمرسول واضح. وشوف هذا هو اللي اخترت نوضح ونختار نقول على ان الرقاش اللي يعود ما ينفع الناس، واللي يعود ما ينفع الفقراء، ولا ينفع المساكين، ولا ينفع الناس الضعيفه، ولا يجلس معاهم الاطباء، ولا يجلس معاهم الامور مسيكله اللي معقده، انه بعد على الاقل يسكت يخلي الناس الاخرى تقدر تساعد الناس. يقدر عنده من وين يشوفوا رقاج عدل روايه يدور بيها الاجر عند الله، ويدور بيها اياك يعود فاعل خير يقوم عليها. شي من الخلق مسيكين اللي واحد ياكل قيمته الادميه ما عينه في الصوم تصايم لاش. هو مولانا شنو تصوم انت عن فطورك وتصوم عن وكيلك؟ ما هو مهم حد لا يصوم يصوم لسانه ويصوم قلبه ويصلح سريرته مع مولانا ويخلي عنه شي ما يعني. اجر قاعد تساهم فيه ساهم فيه، ما انا قاعد امسك لسانك عندك. امور الشخصيه للناس ما يلا حد يتدخل فيها. العلاقه بين الله والعبد ما يلا حد يتدخل فيها، اللي انت ما تعرف ليش والله ما انا تعرف ليش ما تعرف الله سبحانه وتعالى يقل عنده يعرفه لا الله الله سبحانه وتعالى. وليت اللي يوفق رقاش دور يوفقه، وليت اللي يخزيه دور يخزيه. هذا بعض ختم نقول لكم. وشوف وهذه الحلقة بعيدة من السياسة وبعيدة من الكامل، المهم نختار نقول لكم عن يا جماعة يا أهل الأسر يا أهل الديار يا أهل هذا عرفوا عمو رسان ملانة من الناس الضعاف وملانة من الناس اللي ما عنده باش تفطر. كل رقاش حسب مقدرته حسب ذاك الدري قاعد يعدل عنه ما ينسى جاره، عنه ما ينسى عنهم واحدين ما يفطروا، وعنه ما ينسى عنهم واحدين ما ياكلوا لحم، وعنهم واحدين مسيكينين. وهذا مولي دور ان شاء الله ايام الفاطر مولي باذن الله تعالى ندور نوسعوا القضيه الين ان شاء الله قدينا كامل الناس اللي ضعاف عنا ندخلوا عليهم السرور ايام الفاطر نساعدهم في امور الفطور باذن الله تعالى الى احيان الله ندور نعدلوا ان شاء الله. وحنا نعيد ونكرر عن لا مراسي ما في المدينة أحوج منا يا رسول الله. أنا حالنا وحالك ما متباعد، أنا راعيني هون قاعد مع صديق عندي في خيمة رمضانية معدلها نصب لنا كاس من الشاي، والحالة اللي ما متباعد يا غير من علينا مولانا وأعطانا هذا المنبر وأعطانا علاقات واسعة وأعطانا الحمد لله يعلن ياسر الناس يثيق فينا ويعرف عنا لا يدل ولا على شيء صالح وشي فيه له الخير. وهذا احنا ما داخلنا من شيء سوى وشم ولا انا نملك من الله مات اللي وسعوها لا لا لا، هي قضيه بسيطه قضيه رمضان بس. تحياتكم والسلام عليكم.